هلا انا وسايمون عم نعمل شو؟ فلافل. هيدا صحن الفلافل وحضرنا الزيت وهون الخضرة. هلا شفتوا كيف انا عملت الروس وبدي احطهم هيك ما بفلشوا ابدا. سايمون عم بيصور ما بفلشوا ابدا ابدا ابدا. انا عملتهم روس، عملنا 6 روس فلافل بزيادة، أنا بحبهم كتير نايمين. وهلأ بتشوفوا لونهم شو بيطلع أشقر حلو. Oh my God, so yummy. شو حبيب قلبي، are you ready to have your falafel؟ بدي يكون الزيت أكيد كتير عالي. وحضرنا هون هالخس، وانا ما بحب البندوره مع الفلافل، وهيدا الكبيس شغلي انا، اللفت وشماندر والخيار وزيتون كتير طيبه، هيك زيتون صغيره معه والتراتور شغلي. ليكو طالعين حلوين، اسم الله يامي، منظر هالخس شو طيبه. ايه وبحطهم وبتركهم، انا بغطي كمان النار بس هلا حبيت فرجيكم اياهم كيف طالعين. ما بيطلعوا ابدا ابدا مفلشين، يعني اوريدي بلشت تستوي الوحده، اوريدي القرص بلش يستوي لانه كله خضره، يعني ما بياخد وقت. وكتير انسايد حشوتها طيبه، طالعه فلافي وفيها كتير خضره وريلي ريلي يامي. هلا انا يعني ما بحب الفلافل الا شغلي الصراحه، هي تاني مره بعملها الاكله وكتير كتير كتير حبيتها، لانه ما بحب الاكل المالح، ما بحب الاكل اللي فيه كربونات وطحين هيدي ما فيها القرص، ما في شي بالمره، يعني الخضره ذاتس ات. لايكو اسم الله الراس كيف شكله، شفتوا اسم الله شهي ما فلش شي. يلا Thank you. Bye.